النظر إلى السماء في الليل يدهشنا كيف تبدو على أنها تستمر للأبد، لكن كيف ستبدو السماء بعد مليارات السنين؟ نوع متخصص من العلماء معروفون بعلماء الكونيات يقضون أوقاتهم بالتفكر بهذا السؤال. نهاية الكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يحتويه الكون. منذ أكثر من 100 عام طور أينشتاين نظرية النسبية العامة، واضعاً المعادلات التي تساعدنا على فهم العلاقة بين مكونات الكون وشكله. تبين لنا أن الكون يمكن أن يكون منحنياً كالكرة، هذا ما ندعوه بالمنحنى الإيجابي أو المغلق، أو من الممكن أن يكون شكله كالسرج، هذا ما ندعوه بالمنحنى السلبي أو المفتوح، أو من الممكن أن يكون مسطحاً، والشكل هو الذي يحدد كيف سيعيش الكون أو كيف سيموت. نعلم الآن أن شكل الكون قريب جداً للمسطح. على كل حال، فمكونات الكون لا زال بإمكانها التأثير على مصيره الحتمي. يمكننا التنبؤ كيف سيتغير الكون مع مرور الوقت. إذا قمنا بقياس كميات كثافة الطاقة للمكونات المختلفة في الكون، إذن مما يتكون الكون؟ الكون يحتوي كل الأشياء التي نراها كالنجوم والغازات والكواكب. ندعو هذه الأشياء بالمواد العادية أو البارونية، وعلى الرغم من أننا نراهم حولنا بكل مكان، فإن كثافة الطاقة الكلية لهذه المكونات صغيرة جداً، قرابة 5% من الطاقة الكلية للكون. لنلقي نظرة على 95% المتبقية، أقل من 27% بقية كثافة الطاقة في الكون، مكونة مما ندعوه بالمادة المظلمة. المادة المظلمة تتفاعل مع الضوء بشكل ضعيف، والذي يعني أنها لا تشع ولا تعكس الضوء بالطريقة التي تقوم بها الكواكب والنجوم، لكنها في الأمور الأخرى تتصرف كمادة عادية، فهي تجذب الأشياء بفعل جاذبيتها. الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الكشف على المادة المظلمة هي من تفاعل جاذبيتها. كيف تدور الأشياء حولها وكيف تحني الضوء عندما تحني الفضاء المحيط بها؟ لا يزال علينا أن نكتشف جسم المادة المظلمة، لكن العلماء بكل أنحاء العالم يبحثون عن هذا الجسيم وتأثير المادة المظلمة على الكون، لكن لم تكتمل النسبة بعد إلى 100%. 68% المتبقية من كثافة الطاقة في الكون مكونة من الطاقة المظلمة، وهو غامض أكثر. هذه الطاقة المظلمة لا تتصرف كأي من العناصر التي نعرفها على الإطلاق، وتتصرف بشكل أكثر كقوة مضادة للجاذبية. نقول أن لديها ضغط الجاذبية الذي لا تملكه المادة العادية ولا المادة المظلمة، عوضاً عن جذب الكون على بعضه. كما نتوقع أن تقوم الجاذبية، فالكون يتباعد عن بعضه بمعدل متزايد باستمرار. الفكرة السائدة في الطاقة المظلمة أنها عنصر كوني ثابت، مما يعني أن لديها الخاصية الغريبة أنها تتمدد بازدياد حجم الفضاء لتحافظ على كثافة ثابتة للطاقة. إذن كلما توسع الكون كما يفعل الآن، ستزداد الطاقة المظلمة. المادة المظلمة والمادة البارونية من ناحية أخرى لا تتمددان مع الكون ويخفان أكثر. بسبب هذه الخاصية للثابت الكوني، فإن مستقبل الكون سيكون مهيمن عليه أكثر من قبل الطاقة المظلمة، مما يجعله أكثر برودة ومتمدداً بسرعة أكبر. في نهاية المطاف، سينفذ مخزون الكون من الغاز لتشكيل النجوم، والنجوم بحد ذاتها سينفذ منها الوقود وستخمد، تاركة الكون مليئاً بالثقوب السوداء. وبعد وقت كاف، حتى هذه الثقوب السوداء ستتلاشى، تاركة الكون الباردة جداً فارغاً. هذا ما ندعوه بالموت الحراري للكون. وعلى الرغم من كونه أمراً محبطاً أن نعيش في كون سينتهي عمره بارداً خالياً من الحياة، إلا أن نهاية كوننا فيها تناظر جميل مع بدايته الساخنة النارية. ندعو حالة النهاية المتسارعة للكون بمرحلة دوسيتر، على اسم عالم الرياضيات الألماني ويليام دوسيتر. على كل حال، نظن أيضاً أن الكون مر بمرحلة أخرى من تضخم دوسيتر في المراحل الأولى من حياته. ندعو هذه المرحلة بمرحلة التضخم المبكر الذي حصل بعد الانفجار الكبير بقليل، حيث توسع الكون بشكل واسع جداً لفترة قصيرة. لذا سينتهي الكون على نفس الحالة التي بدأ فيها متسارعاً. نحن نعيش في وقت استثنائي في حياة الكون، حيث يمكننا أن نبدأ بفهم رحلة الكون ونعرض تاريخاً يأخذ مجراه في السماء لنراه جميعاً. اشترك في هذه القناة ولا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.